بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة وبرنامجكم صحة وسعادة. صباح الخير والسعادة والرضا عليكم. صباح جميل عليكي حبيبتي عايشة. صباح النور، ازيك؟ عامله ايه الحمد لله كله تمام. انت النهارده؟ ان عامله شاء ايه؟ الله الحمد لله كله حلو. النهارده ان شاء الله في البرنامج بتاعنا ايه الفقرات بتاعته؟ باذن الله هيكون معانا فقرة اولى موضوع مهم جدا وهو التطعيمات، وخصوصا بعد ما جالنا اسئلة واستفسارات ومكالمات كتير قوي عن تطعيم روتاري للقضاء على سرطان عنق الرحم بحقنة واحدة نحمي الفتيات من سرطان عنق الرحم مدى الحياة. علشان كده قررنا نخصص لكم حلقة كاملة للإجابة على كل استفساراتكم عن التطعيمات، وهيكون معايا دكتورة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال جامعة القاهرة، وهيكون معانا كمان دكتور منى سمير مدير مبادرة سرطان عنق الرحم للروتاري مصر، وهيكون معانا كمان مداخلة تليفونية من فنان محبوب وغالي على قلوبنا جدا جدا وهو الفنان وائل جسار. كلنا بنحبه وإن شاء الله تبقى فقرة جميلة. في الفقرة التانية بإذن الله احنا دمجنا الصحة النفسية مع الصحة الجسدية، لأن احنا زي ما احنا عارفين ان هما وجهان لعملة واحدة. فهنتكلم النهاردة على أمراض الجهاز الهضمي. هيكون معانا إن شاء الله أستاذة رندا الطحان استشاري الصحة النفسية، وكمان معانا الدكتور محمد عاصم خرشد وهو كمان دكتور استشاري جهاز هضمي كبد ومناظير. وإن شاء الله تنبسطوا بالحلقة. هترككم كده في فاصل ونرجع إن شاء الله ونشوف مع بعض الحلقة إن شاء الله. اهلا بيكم مشاهدينا. ولادنا كنز حياتنا، لازم نحافظ عليهم، ولان كلنا عارفين ان التطعيم رغم انه حاجه بسيطه الا انه بيحمي ولادنا من امراض ممكن تفضل معاهم طول العمر. حمايه الاطفال من الامراض والفيروسات مسؤوليه كل اب وام قبل ما يتعرضوا لها. وعلشان عندنا مخاوف وتساؤلات كتير عن التطعيمات، هيكون معانا النهارده دكتور منى سمير مدير معنا التحت للقضاء على سرطان عنق الرحم روتاري مصر، ودكتورة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال جامعة القاهرة ورئيس وحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى شفا ونائب رئيس المؤتمر الدولي لطب الأطفال. أهلا بيكم نورتونا. أهلا بحضرتك دكتور ولاء. لأن الوقاية خير من العلاج، عايزين نعرف من حضرتك أهمية التطعيم لكل طفل من أول يوم في ولادته. طبعا التطعيم حاجة مهمة جدا للأطفال، والأطفال دول أهم حاجة في حياتنا، وهم اللي بيكملوا وهم بيبقوا كوادر في المجتمع. فمهم قوي قوي إن احنا نحصن أطفالنا ضد الأمراض. وفعلا التطعيم أثبت إن هو الوقاية خير من العلاج، بدليل إن احنا في أمراض كتير جدا كنت حضرتك بتشوفيها زمان ما بقتش موجودة. الجديري والناس اللي كان بيبقى فيه ندبات في وشها جامدة وكنا بنشوفهم كتير، دلوقتي ما بقوش متواجدين بسبب تواجد تطعيم الجديري. الأطفال اللي كان عندها شلل الأطفال زمان وكنا بنشوفهم في الشارع وكنا عارفين شكلهم دلوقتي وكانوا بيكملوا كبار، دلوقتي انتهى المرض يعتبر نهائيا. طبعا التطعيم مهم جدا جدا، وفي جرعات الدولة بتحرص عليها من أول ما الطفل بيتولد. يعني دلوقتي عند حضرتك تطعيم كبدي به في جرعة صفرية، في من يعني عمر يوم تطعيم بالظبط، ما هو ده اسمها جرعة صفرية، يعني الطفل ما يعديش عليه 24 ساعة. يعني بنعمل وقاية من أول ما الطفل يتولد ضد الأمراض كلها. طبعا ده مهم جدا في صحة الأطفال وفي تطورهم وفي أدائهم وفي كل حاجة بعد كده. أكيد دكتور منى، كلمينا عن التطعيم المجاني المقدم من روتاري مصر للقضاء على سرطان عنق الرحم. احنا في البرنامج عندنا برنامج نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر، دي عبارة عن جائزة مقدمة من الروتري الدولي لمصر 2 مليون دولار لمدة 4 سنوات. هدفنا ان احنا ننشر ثقافة الوعي بخطر مرض سرطان عنق الرحم، وان احنا نفهم الناس اهمية التطعيم والوقاية، الطب الوقائي زي ما دكتورة ولاء قالت، واهمية ان التطعيم المبكر من سن 9 ل 15 سنة للفتيات. احنا بنقدم التطعيم مجانا في الحملة بتاعتنا. جميل دكتور ولاء، الوعي بالتطعيم انقذ اطفال كتير من الوفاة سنويا، علشان كده عايزين نعرف ايه التطعيمات الاضافية اللي المهم جدا ان كل طفل يحصل عليها
يعني حتى لو مش مجانية، يعني ايه التطعيمات الإضافية المهمة جدا؟ طيب بص حضرتك، هي وزارة الصحة شاكرة طبعا بتحاول كل سنة ان هي تزود التطعيمات وتخلي التطعيمات على قد ما نقدر ان هي كلها إجبارية، حتى لو كانت إضافية أو خارجية اللي هي بنديها للطفل، بدليل ان كان الاول في تطعيم اسمه الثلاثي في الصحه، دلوقتي اسمه الخماسي، فده معناه ان الصحه شاكره ضافت عليه تطعيمين من الاضافيين دخلتهم جوه الاجباري. نيجي بقى للتطعيمات الاضافيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي، عندنا التطعيمات دي مهمه جدا من اول عمر شهرين في عمر البيبي، عندنا شهرين واربعه وسته في عندنا تطعيم المكورات الرئويه اللي بتقي ضد الالتهاب الرئوي، وتطعيم الروتا اللي بيقي ضد النزلات المعويه. طبعا الروتا دي من الحاجات يعني من الفيروسات الوحشه جدا اللي بتيجي للاطفال، وبتسبب ان الطفل يخش في نزلات معويه وممكن يخش في جفاف حاد، ولا قدر الله ممكن تسبب الوفاه. فتطعيم مهم جدا جدا ان احنا نديه لاطفالنا، وبرده طبعا تطعيم الالتهاب الرئوي والمكورات الرئويه. حضرتك شايفه التحورات بتاعه الفيروسات وكورونا بالظبط بالظبط، واحنا ما بقيناش عارفين حتى الفيروسز اللي موجوده دلوقتي ايه، بقى في متحورات كتير. فالوقايه من الامراض اللي هي بتسبب الالتهاب الرئوي والتطعيم بتاع المكورات الرئويه مهم جدا. نيجي ده اللي كلمت حضرتك عليه عن عمر شهرين واربعه وسته. نيجي بقى من اول بدايه عمر 9 شهور، لازم ندي الاطفال التطعيم الاضافي بتاع الالتهاب السحيقي اللي هي الحمى الشوكيه، عشان في امهات كتير تجي لي العياده تقول لي هو الالتهاب السحيقي ده الحمى الشوكيه ولا ده حاجه وده حاجه؟ هما الاثنين حاجه واحده. دي الفيروس ده او الميكروب ده بيجي للاغشيه المخاطيه اللي موجوده حوالين المخ، وبيسبب طبعا تشنجات للطفل، يعني بتبقى حاجه قويه جدا لازم نقي اطفالنا منها. فتطعيم الالتهاب السحائي موجود من سن 9 شهور، دي الجرعه الاولانيه، وبندي الجرعه الثانيه الاضافيه بتبقى عن سن سنه. نيجي بقى لتطعيمات مهمه جدا لازم الام اول ما البيبي كده يتم سنه تاخده تديها له، اللي هي خارج الصحه، تطعيم الكبدي الف والجدري المائي. احنا كده كده اتفقنا التهاب الصحي خلاص بندي جرعه عن سنه، نزود عليه الكبدي الف والجدري المائي. دي طبعا الكبدي الف بيجي للاطفال من الاكل، بيجي خلاص الطفل عن سن سنه ممكن يختلط، يبتدي يجي له الالتهاب الكبدي الالف في الاطفال بيبقى خطير جدا غير الكبار. يعني طب الاطفال، احنا الاطفال دول حبايبي كائن لسه بيتكون، فالمرض والميكروب لما بيجي لهم بيبقى اقوى بكتير من الكبار. فالكبدي الف ده ممكن يسبب في الطفل ان يدخله في فشل كبدي، فلازم نقي اطفالنا من الامراض دي. الجديري زي ما قلت لحضرتك ده اللي ابتديت بيه كلامي، الحمد لله ما بقيناش نشوفه، مهم جدا برضو ان نقي اطفالنا منه. نيجي بقى نكمل، انا بقول الام بقى افضلي مكمله ومتواصله، بعد سنه السنه ونص هندي برضو الاضافي المكورات الرئويه الجرعه التنشيطيه. نيجي بقى المهم جدا جدا اللي انا فعلا بشكر دكتوره منى وبشكر روتري مصر على الدعم الكامل للتطعيم سرطان عنق الرحم. تطعيم مهم جدا 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 على فكره للولاد وللبنات. أكيد. احنا بنسترس اكتر على البنات عشان هو الفيروس ده طبعا يعني بيسبب سرطان، لكن في الولاد ممكن يسبب ان يحصل سقاليل في العضو الذكري، ممكن يحصل سرطان في الشرج، يعني السرطان في القضيب، الحاجات دي بتيجي للرجاله. فطبعا مهم جدا ان نقي الاطفال من المواضيع دي من وهم صغيرين، من سن 9 سنين لازم اطعم البنات. عايزه اقول لك انا عندي 3 بنات الثلاثه مطعماهم وانا متطعمه، يعني تطعيم سرطان عرق الرحم مهم جدا ان كل بيت يقي اطفاله من الفيروس ده عشان ما يكبروش ويجي لهم لا قدر الله. انا كمان اعرف ناس كتير اخذت التطعيم والحمد لله ملوش اي اثار جانبيه نهائي، التطعيم امن تماما. ويا ريت كل البنات تطعم وكل الاهل يعني يكون عندهم وعي بكده. طبعا طبعا يا ريت. جميل من حضرتك. ولو حد مثلا طفله تجاوز السنه ونص يقدر ياخد التطعيم ولا هو ليه ميعاد معين؟ الاطفال كلها اللي بتتاخر عن التطعيمات الاضافيه، الميزه ان احنا نقدر نعمل لهم جدول موازي ما عدا الروتا. الروتا الوحيد اللي لو راح على الطفل بالذات اول جرعه لازم ياخدها عند عمر قبل 3 شهور و3 اسابيع. لو تم 3 شهور و3 اسابيع بنخاف من احتمال حدوث انسداد معوي او كده، فمنديش للطفل احنا كدكاتره التطعيم. فلازم الطفل في الروتا يجي ياخده بدري جدا، ساعات بنطعمه من سن شهر ونص عشان نضمن ان الام ادته للطفل، لكن اي تطعيم اضافي بيتعمل له جدول موازي لو الطفل ما خدوش. جميل جدا. دكتور منى، حملة حماية من أهم المشروعات اللي قدمتها روتري، عايزين نعرف أكتر عن إنجازات المشروع. خليني الأول أعرفك بحملة حماية. حملة حماية للوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والتطعيم هي حملة مقدمة من الروتري
بالتعاون مع وزارة الصحة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام وجمعية الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم. الحملة بتكون موجودة في العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الصحية في القاهرة الكبرى، وتكون برضو موجودة عن طريق العيادات المتنقلة في الأماكن اللي ما بيكونش متاح فيها الخدمات الصحية. الحملة بتنزل بتعمل مسحة للسيدات المتزوجات من عمر 25 ل 45 سنة، بحيث ان احنا نعرف اذا كان عندها إصابة بالفيروس الـ HPV او اذا كانت عندها اي يعني لا قدر الله امكانيه. المسحة مجانا؟ المسحة مجانا، وبنقدم كمان التطعيم للفتيات من سن 12 ل 15 سنة، كل ده مجانا. كل الخدمات المقدمة من حملة حماية بتكون مجانا. هي موجودة دلوقتي في القاهرة الكبرى، ان شاء الله بعد كده يعني نبقى نتطور في برضه هتروحوا المدارس والجامعات وكده. بالظبط، احنا بننزل دلوقتي في المستشفيات والاماكن اللي ما بيكونش فيها خدمات، بننزل عن طريق عيادات متنقلة. بعد كده هننزل في المدارس، هنبقى حسب بقى الاماكن اللي بنتواجد فيها. كل شهر بيكون عندنا جدول مختلف، بحيث ان احنا نغطي اكبر قدر، وان احنا نقدم الخدمات الصحيه دي اللي هي مجانا بالكامل لاكبر قدر من الناس. جميل جدا. في انجازات اخرى؟ احنا السنه دي في خلال الست شهور قدرنا ان احنا نعمل كشف مبكر ل 2500 سيده، وعملنا تطعيم ل 1500 فتاه. كل ده طبعا مقدم من برنامج نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر. جميل جدا. اهم التطعيمات يا دكتور اللي نقدر نديها لأولادنا، وإيه الفئات المستهدفة؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك، الرضع من عمر يوم هنقي ضد الأمراض اللي أنا قلت لحضرتك عليها، الكبدي بهدي، جرعة صفرية، المكورات، الروتا، ده للأطفال الرضع. هنيجي في سن البنات، هما الأهالي كلهم بيتقالوا من عند سن سنة ونص ختمت الشهادة بتاعت وزارة الصحة أنا كده طعمت ولادي كده. لا، انتبهوا، خلي بالكوا جدا، عشان فعلا في تطعيمات بعد كده مهم جدا ان اطفالنا ياخدوها. طبعا في المدارس في تطعيمات التامين الصحي بيطعمها في اولى اعدادي واولى ابتدائي واولى ثانوي، وكل اولى بيطعم الالتهاب السحائي. في تانية وفي رابعة ابتدائي بيطعم الدي تي اللي هو الدفتيريا والتيتنس. التطعيمات دي مهم جدا ان احنا نخلي ولادنا ياخدوها في المدرسة، ما نقولش لا، مهم قوي. تطعيم طبعا يعني انا فخوره بجد يا دكتوره منى بالمبادره بتاعه روتري، بجد حاجه الواحد يفتخر بيها. تطعيم سرطان عنق الرحم تطعيم بيقي من سرطان، ده ما شفناهاش يعني. السرطان احنا عارفين ده الشبح اللي كلنا بنخاف منه، ليه وقايه منه فلازم لازم دول اغلى حاجه عندنا اولادنا واطفالنا، لازم نطعمه. ولان الوقايه بحقنه بسيطه مجانيه من روتري، يعني مسهلين على الناس ده، مسهلين جدا يعني. الاكتشاف المبكر كمان. في ناس مثلا الكبار في السن او الجدات او كده تيجي تكلميها عن حاجه زي كده تقول لك ما كنا عايشين زمان من غير تطعيم. يعني في قله وعي شويه بحاجه زي كده، ده حقيقي. تقولي للناس ايه؟ ما هو المشكلة أنا دايما أقول للأم لو سمحتي ما تسمعيش خالص، هو طبعا الجدود يعني إحنا بنحترم كلامهم، بس زمانهم حلو غير زماننا. ما كانش على أيامهم ولا كورونا ولا متحول، كان فيه بركة ولا توحد ولا انتشاف الإفراط الحركة. الناس بتتكلم فيه كأنه مرض عادي وموجود عند الناس كلها وبقينا مكتشفينه. زمان هو ما كانش عندهم الحاجات دي، كان الأكل صحي، البيئة صحية. إحنا يعني حضرتك إحنا بنعمل دلوقتي مؤتمر لتغير المناخ، يعني مؤتمر عالمي، فالمناخ وتغيره ده بيأثر على الفيروسات وبيزود أكيد تكاثرها وبيزود تكاثر البكتيريا. ففي حاجات في أيامنا ظهرت جديدة، فأنا دايما بأمسك الأم حتى من أول ما تجيلي أقول لها استأذنك اللي هتسمعيه عن التطعيمات من الجدة أو الحما أو واتيفر، هو اتغير خالص كومبليتلي. وبقول لها عشان اطمنها اللي اديته لبنتي الكبيره مش بديه لبنتي الصغيره، الصغيره بتاخد حاجات اكتر بكتير دلوقتي، عشان كل شويه العلم في تطور، كل شويه الامراض بتتغير، كل شويه الوقايه بتبقى احسن. فيعني احنا املين ان ربنا يكرمنا ونطعم أكيد كل الاولاد ونحميهم. كمان ممكن يكون في سيدات كتير مصابه من دون علم، يعني في ستات كتير بتتوفى بسبب سرطان عنق الرحم من غير ما يكون ليها علم ان هو السبب في الوفاه، عشان مشكله الفيروس ده. بنشوف سيدات كتير بتشيل الرحم برضو. ده حقيقي، الفيروس ده مشكلته ممكن يفضل كامن سنين وسنين، يعني ممكن 10 15 سنه الواحد عنده الفيروس ال HPV او فيروس الورم الحليمي سرطان العنق اللي بيسبب سرطان عنق الرحم، واحنا مش عارفين موجود عند الواحده ومش عارفه. بيبتدي يقلب من ان هو بيعمل التهاب ليقلب الالتهاب ده بخلايا سرطانيه مع الزمن ومع العمر.
فدي مشكلته، فما بيكتشفش. مره واحده تلاقي حد في العيله قالوا لك يا عيني ده جالها سرطان عنق الرحم وشالت الرحم، وبعدين طب ليه ندخل في الماساه بتاعت الكيماوي والسرطان والحاجات دي كلها لو عندنا طريقه للوقايه، لو عندنا وعي. بالظبط، ده وده مهم جدا، والدولة بتحرص على دور الأويرنس والتوعية بشدة في كل حاجة. جميل، معانا مداخلة تليفونية لفنان محبوب جدا في الوطن العربي وخصوصا في مصر، ليه غلاوة كبيرة قوي على قلوبنا. الفنان الموهوب ملك الإحساس وائل جسار، بنرحب بحضرتك. ألو، مساء الخير مدام دعاء. مساء النور، أهلا بحضرتك، منورنا. كل شعب مصر الغالي، وانت غالي جدا على قلوب كل المصريين. لقناة النهار، مفيش حد في مصر مش حافظ اغاني وائل جسار، ومن اغلى الناس على قلوبنا اغانيك وفنك الرائع. حضرتك معروف من شخصيتك واللي بتظهر في بعض اغنياتك انها تدعو للرحمه، فيها هدف ورساله نبيله، دايما داعم لكل شيء فيه خير. فطبعا دعم حضرتك لمبادره معا نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر، بحقنه واحده بنقدر نحمي البنت من سرطان عنق الرحم مدى الحياه. فعايزين من حضرتك كده رساله لكل اب وام بيسمعونا، ازاي يعني نخاف على بناتنا اكتر ونحافظ عليهم بالوعي بالحقنه دي. انا عايز اقول لكم حاجه، بس اهم حاجه في الحياه هي ايه؟ الصحة. هي الصحة، صح؟ وأولادنا غاليين علينا جدا طبعا، بس أهم حاجة هي الصحة. أكيد، يعني إحنا اللي بنقوله إنه أنا بشجع العائلات يخلوا بالهم من ولادهم، والحقنة دي مهمة جدا الأولاد يعملوها عشان تقيهم من أمراض خطيرة ومن مرض السرطان. أكيد. فاللي بقوله يعني لازم يكون عندنا وعي وإدراك إنه في ربنا إدانا عقل، وإدانا دكاترة، وإدانا حاجات كتير. فلما الدكتور يقول لنا انه في حقنه بتخلص الولد او البنت من حاجه اسمها سرطان بعيد عن الجميع، امين يا رب، فاكيد لازم بسرعه نشتغل على الموضوع ده، ونخلي ولادنا يكونوا في بر الامان. أكيد أكيد حضرتك، وشكرا جدا جدا لدعمك للمبادرة، وشكرا لتواجدك معنا. وحقيقي الرسالة لما بتيجي من شخصية محترمة وشخصية ليها مصداقية وليها غلاوة عند الوطن العربي كله، أكيد الرسالة بتوصل أسرع. وبنشكر حضرتك جدا جدا الفنان الكبير وائل جسار، وبنتمنى لك كل الخير والنجاح إن شاء الله. ده واجب أنا بعمله، يعني حضراتكم ضويتوا على الموضوع ده، فدي حاجة كبيرة قوي قوي قوي. ربنا يقويكوا على انه توصلوا هذه الرسالة لكل الناس عشان يخلوا بالهم من ولادهم، ويقدم لهم الحاجة اللازمة اللي بتريحهم في صحتهم وفي حياتهم. أكيد حضرتك، ألف شكر ليك، نورتنا الفنان الكبير المحبوب وائل جسار، ألف شكر ليك. شكرا جزيلا. دكتور منى، الفن ليه دور في الوعي بالمبادرة، ورجال الدين وإحنا كمان لينا دور بالإضافة للطب أكيد، إن إحنا كل إنسان، كل واحدة بتسمعنا النهاردة، احكي لجارتك ولصاحبتك ولأختك، محتاجين كل الناس تعرف عن المبادرة. المبادرة فعلا شيء عظيم، حقنة مجانية تحمي بنتك من سرطان عنق الرحم مدى الحياة، يعني مفيش أجمل من كده. وقد إيه المجهود الكبير اللي انتوا بذلتوه علشان توفروا لنا حاجة زي دي وتسهلوا على الناس الوقاية من المرض، فعلا شيء جميل قوي قوي، ويا رب رسالتنا توصل لكل الناس إن شاء الله. عايزين نعرف أكتر بقى عن الأماكن المتوفر فيها التطعيم، وإزاي نتواصل مع جمعية روتاري.
التطعيم بيكون متوافر عن طريق حملة حماية اللي بتنزل المستشفيات والمراكز الصحية في القاهرة. احنا بنكون متواجدين كل اسبوع في مستشفى ومكان مختلف. يعني احنا في الفترة اللي فاتت في خلال 6 شهور كنا متواجدين في اغلب المستشفيات زي مستشفى الجلاء، الحوض المرصود، مستشفى المنيرة، منشية البكري. فاحنا كل اسبوع بنكون موجودين في مكان. فممكن اي حد عن طريق التليفون اللي موجود على الشاشه او الكيو ار يدخل على مواقع التواصل بتاعتنا او يتصل بالبرنامج نقول له الاماكن اللي بنتواجد فيها. اكيد ارقام هتكون موجوده على الشاشه، يا ريت كلنا نتصل. الحلقه اللي فاتت جالنا مكالمات كتيره جدا جدا، وان شاء الله كل حلقه هيكون في وعي اكتر وهيكون في مكالمات اكتر. تواصلوا معانا من ارقام روتري مع نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر، الارقام هتكون موجوده على الشاشه، في انتظار مكالماتكم. وكمان عايزين نعرف بقى من دكتوره ولاء عن يعني ازاي نرفع مناعه اطفالنا. يعني اطفال حاليا ما بيحبوش الاكل الصحي الهيلثي فود قوي، ازاي نقوي مناعتهم بقى بحيث ان احنا نقيهم من الامراض؟ هو الطفل زي ما حضرتك بتقولي كده مشكلته ان هو فعلا صعب انك انت تقعديه تقولي له ياكل طبق صحي كامل، ان دي سلطه ومهمه. احنا بنقول لهم طبعا، بس هو دايما الاطفال بتلعب وبتنشغل في اللعب، وجباتها بتبقى قليله. انا بلاقي الامهات يعني بيجوا محتارين في العياده وبيجروا ورا اولادهم. فمهم جدا الفاست فود، والفاست فود طبعا دي يعني من الحاجات الوحشه جدا. بقعد اقول للام انت لو جبتي بطاطس حطيتيها في كيس وقفلتي عليها شويه ما اكيد هتبوظ كذا يوم، اشمعنى اللي في نجيبها لاولادنا ما بتبص؟ اكيد في مواد حافظه. انا ما بحبش سياسه الحرمان للطفل، بس لازم ندي اولادنا اكل صحي، نحاول نربيهم على المناعه المكتسبه من الطبيعه. الاكل فيه بروتين، فيه فيتامينز، لازم يبقى فيه خضار وفاكهه. الاطفال بتحب الالوان الكتير، لازم الام تلون في الطبق، بتزهق من الاكل الوتيري. أكيد. الام حافظه انا كل يوم هاكل، ولو نفترض الاكله بتاعت الامهات هم سامعيني وعارفين مكرونه وبانيه. ايوه المكرونه وبانيه، مكرونه وبانيه. الطفل خلاص بيبقى اتعود عليها وزهق منها، ابتدي جددي له، اعملي الوان، اعملي فلفل الوان وجنبيه طماطم وجنبيه خيار، خليه ياكل في جروبس. لو ابنك ما بياكلش بسهوله، لو لقى كذا طفل، الاطفال بتقلد بعض جد. يعني حتى في الحضانات بتروح تيجي الام تقول لي جايبين لي المنيو قايلين لي ابني واكل كل الحاجات دي وما بياكلهاش في البيت ابدا. هما في الحضانه فعلا بيعرفوا يخلوا الطفل يقعد وسط الجروبس وبيقلدوا بعض وبياكلوا كويس جدا. في البيت برضه بالظبط طبعا. فحاولي في البيت انت معاه، مع اخواته، مع القرايب، يعني الاكل وتنوعه وتنوع الالوان وتنوع القيمه الغذائيه دي مهمه جدا للاطفال. الموبايلات والسكرينز اللي ولادنا على طول قاعدين، ده احنا الكبار بتقعدي على الموبايل شويه بتصدعي يبقى فكرك مشوش، ما بالك بقى الطفل اللي انا لسه ببني دماغه وبخليه عايزه فكره يبقى مركز ومستوعب. ما ينفعش الام تنيم الابن على الايباد وعلى الموبايل وعلى التلفزيون، لا. حتى في الحضانات ممنوع بتأثر على المناعة؟ بتأثر طبعا، كل الحاجات دي بتأثر سلبيا على المناعة. فأنا لو عايزة أبني لابني مناعة كويسة، أكل صحي، أنيمه فترات النوم الطبيعية بالليل، عشان فترة بالليل هرمون النمو بيتفرز أكتر من الصبح، عشان كده حتى الجدود يقولوا لك نيموه بالليل علشان يكبر. الحاجات دي مهمة قوي، نيموا الولاد بالليل، ما تعملوش inverted sleep rhythm. الرياضة ممارستها بتقوي المناعة جامد جدا. نبتدي نعمل التحاليل الروتينية اللي عند عمر سنة، اشوف الطفل عنده، اشوف الحديد بتاع جسمه اخباره ايه، فيتامين دي اخباره ايه، الكالسيوم اخباره ايه، الفيتامينات بتاعه جسمه، هل محتاج اديله فيتامينات وقائيه ولا علاجيه، هل محتاج اني بس اديله اكل والولد ما شاء الله كل حاجته زي الفل وبياكل كويس ومستفيد ومش محتاج. كل الحاجات دي لازم اشوفها في الطفل، عشان هو لسه بني ادم بيتكون. احنا خلاص اتكوننا، الطفل لسه بيتكون، كل ما كونه صح ببني أكيد. صح ببني صحه قويه. التربيه مسؤوليه كبيره. طبعا جدا الصراحه، انا بيصعب عليا الامهات، يعني بالذات النيو ماميز الجداد اللي مش عارفين يتصرفوا مع اولادهم، وبقعد اتكلم معاهم كتير جدا في العياده، وبيبقى صراحه عندي يعني سعه صدر ان احنا نقعد نتكلم بالساعه والاثنين، علشان هم بيبقوا متوترين جدا. أكيد. ربنا يبارك في الاطفال كلها ويحفظهم، وربنا يخلي حضرتك كده. واكيد معلوماتك ونصايحك بتفيدهم كتير. الله يخلي حضرتك. اكيد عمر روتري مصر أكتر من 100 سنة، إيه الإنجازات اللي وصلت لها؟ خليني أعرفك الأول إيه هو الروتري. الروتري هو عبارة عن جمعية خيرية مسجلة في الشؤون الاجتماعية تبع وزارة التضامن. إحنا في الروتري دايماً عندنا كده زي شعار بنقول سيرفيس أبوف سيلف،
يعني الخدمة قبل النفس، يعني احنا بنقدم قبل ما نعمل اي حاجة تانية. الروتري بيقدم يعني في مجالات كتيرة جدا، عندنا في مشروع هارت تو هارت ده بيعالج الاطفال اللي مصابين بعيوب خلقية، عندنا في بنقدم مشاريع لوصلات المياه، بنوصل المياه النظيفة للاماكن والقرى النائية زي اللي في صعيد مصر، عندنا برامج للمحو الأمية، وعندنا برامج لتعليم السيدات مهن زي الجلود والصناعات، وبندعم ده بعد كده بمعارض. فاحنا عندنا برامج في حاجات في مجالات كتير. طب ايه الجهات الحكوميه والوزارات اللي بتدعم روتاري مصر؟ احنا مثلا في البرنامج عندنا برنامج نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم، معانا طبعا داعم اساسي وبنشكرهم دايما، وزاره الصحه والكشف المبكر عن الاورام، المبادره الرئاسيه وزاره التعليم، المبادره الرئاسيه للكشف المبكر عن الاورام، ووزاره التعليم ووزاره التضامن، و100 مليون صحه، حمله 100 مليون صحه، 100 مليون صحه الرئيس السيسي طبعا. بالظبط كمان هيظهر معانا على الشاشه الصور الداعمه لجمعيه روتاري من وزاره الصحه ومن منظمه الصحه العالميه. يا ريت يا جماعه دايما تتواصلوا معانا على الارقام الموجوده على الشاشه علشان تقدروا تحصلوا على التطعيم مجانا من روتاري، لان معانا عدد كبير جدا من الناس اللي محتاجه تطعم، بيجي لنا اتصالات كتيره قوي، فان شاء الله يكون ليكم فرصه ونصيب في التطعيم المجاني، نقدر ان احنا نقي بناتنا من سرطان عنق الرحم للابد، وان شاء الله يعني نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم. بنشكر الدكتوره منى سمير نورتينا، مديره مبادره نتحد للقضاء على سرطان عنق الرحم روتاري مصر، وبنشكر الدكتوره ولاء الامير استشاري طب الاطفال جامعه القاهره. بنشكركم نورتونا، ومشاهدينا بنشكركم، وبعد الفاصل نتقابل. اهلا بكم مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. لان الصحه النفسيه والصحه الجسديه وجهان لعمله واحده، فكان لازم نعمل الحلقه دي. احنا طبعا عارفين ان في حاجه اسمها الامراض النفس الجسميه. الامراض النفس الجسميه دي معناها ايه؟ ان في بعض الامراض العضويه بتاثر على الصحه النفسيه والعكس. فمثلا سمعنا عن مرض زي مرض الفايبروماليجيا اللي بيجي لنا في العظام في المفاصل، والدكاتره اكدت ان هو سببه نفسي. وفي امراض تانية برضو جلديه زي الصدفيه، لكن اللي واخد نصيب الاسد والناس كلها يا عيني متضايقه منه هي امراض الجهاز الهضمي، القولون، المعده، حاجات كتير كده. وعشان كده النهارده عملنا الحلقه الجميله دي، واستضفنا فيها الاستاذه راندا الطحان اخصائيه الارشاد النفسي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وكمان معانا دكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ايه رايكم نتفرج على فيديو صغير كده ونرجع بعد كده؟ اوكي. الدكتور طالب 10 تحاليل، والمدام عايزه حقنه كولاجين، والبيبي هفتين محتاج فيتامين، المحفظه اشتكت. ما تقلقش، شامل جاب لك الحل. اشتراك شامل من فيزيتا هيوفر جزء كبير من تكاليف رعايتك الطبيه، من اول الاشعه والتحاليل وكشوفات العيادات والمستشفيات والعمليات واحتياجاتك من الصيدلية وحتى الأسنان والخدمات التجميلية. وطبعاً ده مع شبكة من أكبر الدكاترة والمراكز الطبية في مصر. مش كده وبس، اشتراك شامل حقيقي في كل حاجة، لأنك هتشوف الأسعار قبل وبعد شامل وانت بتحجز أونلاين. ادخل على فيزيتا واشترك دلوقتي في شامل، ووفر لحد 80% على كل خدمة هتعملها. شامل، رعاية أشمل، صحة أوفر. ورجعنا لكم بعد الفيديو، وعايزين نسأل الأستاذة راندا طحان، هل تؤثر الحالة النفسية والقلق والصدمات العاطفية والإجهاد على الجهاز الهضمي، وإزاي بيبان التأثير ده؟ طبعا هي بتأثر، لأن زي ما حضرتك كده قلتي في الانترو أن احنا بنتكلم على الأمراض النفس الجسدية أو السيكوسوماتيك ديسوردر. فطبيعي معناها أن أنا دلوقتي عندي مشكلة جسدية بتأثر على وظائف الجسدية ككل، وطبيعي ان هي بتبدا بمشكله نفسيه وبتنتهي لناتج عضوي. فاي حد بيتعرض للقلق، للاكتئاب، للتوتر، للمشاعر الحزينه او الحزن طبعا بشكل جديد جدا،
بتأثر على الجهاز الهضمي. ده لأن احنا عارفين ان الضغوط النفسية هي حضانتها بتكون في الجهاز الهضمي عموما. يعني احنا اصلا اي ضغط نفسي بنتعرض له، سواء صدمة سواء اكتئاب سواء قلق، بيسمع على طول في الجهاز الهضمي. فنلاقي عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي من حيث مثلا ألام في المعدة، تقلصات في المعدة. ده لأن في هرمون اللي هو هرمون السيروتونين، ده هو المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية عند الأشخاص. فبالتالي الهرمون ده بيكون متواجد بنسبة 90% في الجهاز الهضمي و10% في الدماغ. فاحنا كده بقى في تأثير اهو من نسبة ان الجهاز الهضمي بقى بيأثر على الحالة المزاجية عند البني آدم. فعلشان كده الناس اول ما بتحس ان في مشكلة نفسية، طبيعي جدا ان هي تسمى عندها في الجهاز الهضمي او في حركة الامعاء. فكل ما كانت الامعاء جيدة ومستقرة، بنلاقي على طول ان هي بتصدر اشارات للدماغ ان هي تخفض من حدة القلق او التوتر او الاكتئاب او المشاعر اللي بتكون قلقة او محزنة. حلو جدا. ده هيجيبنا بقى للسؤال التاني للدكتور محمد عاصم، اللي بيقول سمعنا ان الامعاء هي الدماغ التاني للانسان، فايه هو الرابط ما بين الدماغ والامعاء؟ وعندي فعلا حاجه نفسي اقولها لحضرتك، ده حتى ايفن احنا مش بنكون وصلنا لمرحله ان في حاجه حصلت، انسيدنت حصلت بعينها، لا ده احنا مجرد التفكير في حادث ممكن يكون ضاغط او موتر، ممكن نلاقي على طول القولون انتفخ، ولدرجة ان ساعات ما بنقدرش حتى ان احنا نفرد ظهرنا من كتر وجع بطننا، والحاجة ما بتكونش حصلت يعني اصلا اوريدي، ممكن تكون من وحي خيالنا او من تأليفنا او توقعات لسه ما حصلتش. فبجد ايه علاقة ما بين المخ والامعاء؟ طيب حضرتك بتقولي على قصة ان سمع خبر حزين او فكر في حاجة ضايقته او الكلام ده كله، لا ده ايفن لو اتبسط بزيادة، يعني لو فرح بزيادة او سمع خبر حلو مرة واحدة، هيلاقي برضه الدنيا دي اشتغلت. عندنا رابط ما بين المخ والامعاء او الجهاز الهضمي اسمه الجت برين بارير، كويس، او اكسس جت برين اكسس. الجت برين اكسس ده بيربط الاثنين ببعض، ده كمان اللي بيأثر معانا كمان البكتيريا ايفن الموجوده في الامعاء ذات نفسها، كويس. بعض الناس او خلينا نقول مش بعض طبعا، هو كتير من الناس اللي بيشتكوا من الخلون العصبي بيبقى مشكلتهم فعلا الجزء النفسي، بس هل معنى كده ان انا دايما اربط القولون العصبي بالحاله المزاجيه؟ لا، هو من العوامل. احنا دايما بنقول للمريض بتاعنا ايه؟ ما انا بقول لك انت عندك قولون عصبي مش معنى ان سعادتك عصبي، معنى ان القولون شخصين هو العصبي، كويس. من المؤثرات عليه هو الحاله المزاجيه، سواء فرح مره واحده او زعل مره واحده او اتخض مره واحده او الكلام ده كله. انما طبعا في ثيوريز او نظريات كتير جدا ممكن تجيب الخلون العصبي او تجيب اعراض الخلون العصبي بتاعتنا دي. فهي طبعا حكايه الجت برين اكسس هي دي اللي بتربط الاعصاب بالخلون وبتخلي الحركه بتاعته مش مظبوطه. بمعنى ايه؟ انا النهارده عندي الامعاء بتاعتي ظابطه نفسها، في وقت معين بتحتفظ بالاكل وفي وقت معين بتخرجه. بيجي الكهرباء من الاعصاب او التعليمات جايه من المخ ان دلوقتي ماشي الدنيا، فيبقى في زي هارموني كده ماشي الدنيا بحيث ان انا اخرجها في الاخر. او بتيجي تقول اقف. طب القولون العصبي ده هو بيشتكي من ايه الراجل؟ بيقول الاعصاب بتيجي تقول انقبض، واعصاب تانية تقول انبسط، وبعد كده تعكس فيقوم عصر على بعض. ولذلك اول شكوى المريض بيجي يشتكي فيها يقول لك انا حاسس ان بطني بتعصر على بعض. ايوه صحيح، كويس. دي حقيقه. العصره دي مؤلمه جدا، خصوصا لو هو عنده انتفاخ. احنا لما بنيجي نضغط على ميه او على الكونتنت الحاجات الطبيعيه اللي موجوده جوه القولون سهل ان ادوس عليها، انما الهواء الكثافه بتاعته عاليه جدا، فلما باجي اقرص على هواء ده بيبقى مؤلم جدا. ولذلك احنا عندنا نوعين من القولون العصبي اللي بيجي، يا اما قولون عصبي مصاحب بامساك وده بيبقى اكتريه الحاجه ان هو واقف، يا اما قولون عصبي مصاحب باسهال ان هو بيمشي بسرعه مع بعضه، او اللي هو بيبقى الترنيتنج يقول ايه انا مره بيجي لي امساك مره بيجي لي اسهال، انا ما بسمع خبر مش عارف ايه الكلام ده كله. فهي دي اللي احنا بنبدا في اللحظه دي نقول لا انت عندك قولون عصبي. طيب احنا ما بنيجي نتكلم عن الامراض العصبيه اللي حضرتك بتعيها بتاثر على الجهاز الهضمي، احنا دايما بنتكلم عن القولون العصبي. لكن زي ما استاذه رندا اتفضلت قالت، انا ممكن يبقى حد عنده قصه دي في المعده،
بالظبط قرح المعده بتهيألي كمان قبل القرح. احنا لسه كل ده ما دخلناش في ارتجاعات المريء كمان العضويه بقى. هنتكلم بس على التاثير الحركي او الفانكشنال ديس اوردرز اللي هو التاثير الوظيفي. كويس. في ناس تقول لك انا لما بتضايق بحس ان عايز ارجع. انا بتضايق فم معدتي بيقطعني. انا الكلام ده كله احنا دلوقتي بقى عندنا تقريبا 36 مرض بيجي في الجهاز الهضمي ليه علاقه بالحاله الوظيفيه او الحاله العصبيه. دايما احنا بنلخصها في حته القولون العصبي، لكن مش دايما بقى مشكله المريض بتاعي بس في القولون، لا ده الجهاز الهضمي كله بيتاثر معايا ويبدا تنتج بعد كده المشاكل اللي ساعات تقول عليها اللي هو القرح والكلام ده كله. يعني احنا كان في دايما احنا بنقول احنا بنشخص المريض لما بستبعد التعب العضوي، يعني ما لقيتش فيه قرح ما لقيتش كده بقول ده عصبي، لا ان فعلا لما بيبدا التعليمات اللي جايه دي او تبدا الحركه او القولون العصبي او الوضع العصبيه تبدا تزيد وتاثر بيبدا الكورتيزول يتفرز بكميه اعلى، فيبدا بقى يعمل لي تهتك في الخلايا بتاعتي تبدا تكمل لي قرح وما الى ذلك. تهتك. طيب كويس يا جماعه انتوا كده اطمنتوا ان انتوا مش عصبيين، قولونكم بس هو العصبي فطمنتوا مالناش دعوه. طب سؤالنا بقى الاستاذه رندا، احنا بيجين وساوس كتير قوي في الجهاز الهضمي بالذات للبنات، انا مش عارفه ازاي البنات دايما هي اللي دايما بيجي لها قولون وبيشتكوا منه اكتر. اول ما بتزعل تقول لك انا عندي مغص، انا بطني وجعتني، انا مش عايزه اكل، انا تعبانه. بتاكل زياده شويه فتندم وترجع وتبقى عايزه ترجع علشان الاكل اللي كلته. طيب هل هناك امراض جهاز هضمي ممكن تكون وهميه مش حقيقيه؟ طبعا، لان اصلا الامراض النفس جسديه من ضمن اشكالها هو اضطراب توهم المرض. يعني احيانا ساعات المريض بيكون عنده حاله من القلق والذعر الشديد جدا اتجاه بس فكره ان هو عنده اعراض بسيطه من القولون العصبي، من التهاب في المعده، من المغص زي ما حضرتك كده قلتي، اتعرض مثلا لحاجه او موقف او عنده نتيجه او مستني مثلا خبر معين، فبالتالي بيجي له تقلصات في المعده زي ما الدكتور قال، برضه بيبقى فيه انقباضات وانبساطات في المعده، فدي اللي بتاثر على الحاله الصحيه والمزاجيه للبنت، خاصه ان البنت بتكون شخص عاطفي جدا، فالتوتر العاطفي كل ما زاد كل ما اثر على الشكل واضطرابات الجهاز الهضمي، فهي ما بتعرفش ساعتها تتعامل ازاي، ولكن وقتها بتركز على الاعراض العضويه وبتنسى تماما الاسباب النفسيه، فبتتوهم وتحاول ان هي تعمل تهويل للمشكله على انها مصابه بمثلا هنقول مرض القولون العصبي، ولكن هي شايفه انه مزمن فمفيش منه علاج. تبدا من اول شويه مغص تقول دي مشكله القولون العصبي، خاصه ان طبعا القولون العصبي بيتعالج خاصه يعني في اوله بيبقى مرتبط بمده معينه اذا انتظمت في العلاج، وان هي حافظت على طبعا النظام الغذائي وابتدت ان هي كمان تركز على حالتها النفسيه لما بيبقى في مشكله اوريدي ازاي هي تعرف تعالجها. فتوهم المرض بيكون ليه علاقه بالقلق الشديد جدا والافكار إن طبعا اللي هي الوساوس بقى اللي هي بتيجي طبعًا في المخ طبعا، لان احنا عليها افكار بتتبناها او كذا. مظبوط، هي المشاعر بيسبقها الافكار زي ما احنا عارفين. انا لو عندي فكره وسواسيه بتقول لي ان انا هتوهم المرض، انا مصابه بالقولون، انا مصابه بارتجاع المريء، انا مصابه بقرح في المعده. وبعدين في غلط بنشوفه شائع ان الناس بتشخص نفسها بالزبط. بدون الرجوع لطبيب، فطبيعي جدا هي بتشخص نفسها على انها حاله مزمنه. هتتعامل ازاي هنا مع المرض او مع الاعراض النفسيه؟ مش هتعرف، هتركز بس على الالام والوجع وتبدا تركز على تفاقم الالم. وطبعا الفكره اللي هي بقى بتسيطر عليها دي بتولد نوع من انواع المشاعر، وبالتالي هو ده بيجي لنا السلوك علي. فعلشان كده كل مره ممكن تبقى متضايقه فعلى طول ممكن تلجا على طول للادويه على طول من غير مثلا الرجوع لطبيب، من غير ما تعرف ايه الحاله الطبيه، ايه الدواء المطلوب اللي هي المفروض تاخده وتنتظم عليه. ممكن الدكتور نفسه يقول دي ما عندك مشكله نفسيه، ده نتيجه توتر او قلق او صدمه اي حاجه مريتي بيها، فممكن تكون هي المتسببه في الاعراض دي، ولكن ما بيكونش مرض مزمن زي ما هي بتبقى متوقعه. للاسف احنا دي عندنا مشكله وهي الاخطاء الطبيه او التشخيص الذاتي. دكتور محمد كنت عايزه اسال حضرتك حاجه، هي الامراض بتاعه القولون العصبي والمعده والجهاز الهضمي عموما هل هي امراض مزمنه ولا ممكن فعلا بتروح؟ بص، القولون العصبي هو هتفضل موجود، هو مزمن يعني هو مكمل معانا.
انما زي ما بقول كنترولبل، نقدر نتحكم فيه كويس. النقطة كلها احنا ازاي كأطباء بنشخص خلون عصبي او اي مرض وظيفي، ان احنا بنستبعد كل الحاجات التانية كلها العضوية بالظبط، كل الامراض التانية بنستبعدها خلاص، احنا ما لقيناش حاجة يبقى غالبا ده عصبي كويس. طبعا بقى ليه شكل يقترح ان احنا زي ما قلت لحضرتك بنوته صغيره مش عارف ايه، احنا في شكل كده بنتخيله، انما لازم نستبعد كل حاجه. النهارده السبيكترم بتاعنا او التشخيصات بتاعتنا الامراض الجهاز الهضمي زادت قوي، بقى عندنا دخلت حساسيه الاطعمه، الامراض المناعيه، الجرثومه الحلزونيه اللي مجننه الناس كلها، الكلام ده كله بيجيب اعراض مشابهه جدا للاعراض دي. فافضل انا طول عمري مشخص نفسي ان انا خلون عصبي، ومجرد ما اروح للدكتور لا ده انت عندك مرض كرونز مثلا، هو ده اللي عامل لك مشكله، نعالجه يبقى زي الفل. ده انت عندك حساسيه جلوتين اللي هو السيلياك، حساسيه القمح، يبقى مجرد ما احنا ظبطنا اكلنا الدنيا راحت كويس. طبعا مع الوقت الامراض الجديده اللي احنا بنقدر نشخصها بتزيد، فالحته العصبيه بتقل، الحته او جزءها بيقول ايه خلاص مش عارفين يبقى ده عصبي، بتبدا تقل. ولذلك ناس كتير قوي بيبقى طول عمرهم عايش على انه خلون عصبي، ومجرد ما احنا بنعمل له فحوصات اللازمه والكلام ده كله بتشخص يطلع عنده مشكله يبقى زي الفل، يبقى الدنيا انتهت. دي نمبر 1. نمبر 2 بقى الادويه الغلط. ايوه تاني انا هدوس على الكلمه اللي استاذه وندى قالتها، الحته ان انا اروح اخد دواء قولون دي كارثيه. راس الفحم اسهل حاجه كل على طول هفضل حد اكزامبل. الاكزامبل المهم جدا، انا عندي نوعين من الادويه، نوع بيوقف حركه البطن هو انواع الادويه المسكنه بتاعه القولون، ونوع تاني بيزود حركه البطن اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بزود الحركه، بزود الحركيه. انا ما اتشخصت او شخصت نفسي خلون عصبي هاخد بيوقف البطن. طب هل انا مثلا بعاني من امساك او انتفاخ؟ العقل كده مش هوقف البطن زياده، هوقف البطن زياده يبقى انا سكنت الالم بتاع خلون عصبي شويه لكن ما عالجتش. انما لا انا مش كده، انا وقفتها زياده فالفضلات الموجوده اتخمرت زياده فانتفخت زياده، فبعديها بساعتين بطني وجعتني اكتر وخدت تاني لان مفعول الدواء راح، وخدت تالت، ويفضل هم ديبندنت يقول انا مش بمشي ده انا بخلص شريط مش عارف ايه طول اليوم وبرده لسه بطني توجعني. لا حضرتك انت تاخد عكس الدواء اللي المفروض تاخده. ده مهم جدا ان الناس كلها تبقى عندها توعيه بالموضوع ده، لان فعلا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، خلاص انا عندي قولون عصبي لزقتها في الموضوع ده طول عمري، هاخد نفس الادويه ومش هروح للدكاتره ومش هستشير، وبالتالي ممكن اذي نفسي اكتر واكتر، وكل ده وانا ما انا المشكله الاكبر غير وعي. كمان بقى ان احنا عندنا ادويه القولون اللي بتوقف اللي احنا قلنا عليها دي، في ادويه ثانيه بتزود الحركه. انا ما اعرفش الادويه اللي بتزود الحركه، انا كمواطن عادي ما بعرفش الادويه اللي بتزود الحركه واللي بتوقف الكلام ده، فكتير قوي تلاقي ناس بياخدوا الاثنين مع بعض. وانا بقيت انا بعمل نفسي خلون عصبي بقى، انا باخد دواء يوقف واخد دواء تاني يسرع، فببدا تلاقي التخلصات بدات تزيد زياده، انا اللي عملتها كمريض. مهم جدا. طب استاذه رندا، طبعا حضرتك اضطرابات الاكل دي من المشاكل النفسيه، عندنا الانوريكسيا نيرفوزا، عندنا البوليميا نيرفوزا، الاكل بقى الناس اللي هي بتاكل كتير قوي، وطبعا ده للساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين ايه الانوريكسيا وايه البوليميا. في ناس بتاكل كتير قوي لدرجه انها من كتر الاكل طبعا بتضطر انها تدخل تحط صباعها في بقها عشان ترجع، وده كان مرض الاميره ديانا يعني. وفي ناس بالعكس ما بتجيش ناحيه الاكل خالص لحد لما بتفقد كل دهونها وعضلاتها وكذا وكذا، وكلها امراض بترجع للامراض النفسيه. صح. طب تفتكري ده برضو الحاجات دي كلها بتاثر على الجهاز الهضمي؟ اكيد طبعا، وبيكون طبعا سببها نفسي، فاحنا عايزين نعرف ازاي ممكن نفسيا نعالج ده علشان ما ياثرش برضو على الجهاز الهضمي والقولون والمعده وكذا. اول حاجه ان الاضطرابات الاكل او الايتنج ديس اوردر هي عباره عن تشوه في الافكار والمشاعر السلبيه والسلوك بيكون مرضي غير صحي. يعني البني ادم بيكون عنده افكار عن الاكل بشكل مغلوط تماما، فبيبدا يتعامل مع الاكل على انه اداه بيخرج فيها مشاعره. طريقه الاكل نفسها النهم عن الاكل، اضطراب الشره المرضي في ان هو بياكل كتير وجبات كتير زي ما حضرتك قلتي، وجبات دسمه كالوريز عاليه، بيحس ان هو مثلا ممكن لما بيقوم بس ما بين النوم يقوم ياكل وجبه، بياكل حتى الامتلاء لدرجه بتوصل لالام في المعده.
اول ما بيوصل لالام في المعده بيحاول انه يتخلص من الاكل ده عن طريق التقيؤ طبعا، على عكس طبعا اضطراب الشهيه العصبي اللي حضرتك قلتي عليه، ده بقى شخص بيبقى عنده مشكله ان هو يتخن، عنده فوبيا السمنه، يبدا يركز ازاي يكون نحيف، عنده افكار مشوهه ان اي حاجه لو اكلها بسيطه جدا دي ممكن تتخنه، وارد جدا تخلي شكله وحش. فاول ما ياكل حاجه لدرجه في ناس بتوصل معاها البق الميه بعد لما بتشربه بتبدا تحط فعلا صباعها في بقها علشان ترجع بشكل تعمدي، او بتستخدم طبعا ادويه للاسهال او من ملينات علشان تدخل التويلت، فبالتالي تعمل عمليه تفريغ لاي اكل دخل. الناس دي بتبقى بتعاني كتير من تقرحات المعده، اضطرابات في المعدة شديدة جدا، بيدخلوا لدرجة ان هم يتحجزوا في المستشفيات. وده انا شفته بصراحة، كان في حالة من ضمن المستشفى اللي انا كنت بعمل بيها، البنت اوريدي كانت عبارة عن عظم فقط، ما عندهاش قدرة على المشي، ما عندهاش قدرة على الحركة، الدهون بقى بتتأكل وبعد كده العضلات وبعد تماما كده هي عبارة عن الجسم، درجة الهيكل العظمي ابتدت حتى لما بتيجي تقعد على سرير او على كنبة بتتألم من كتر ان الجسم كله قايم على عظام فقط. ربنا يشفي كل مرة. فالموضوع ده وكبير جدا وواصل لمشاكل عند الناس، لان هوس الشكل، هوس شكل الجسم، هوس فكرة ان انا اكل واتعامل مع الاكل ازاي، دي بقت مشكلة كبيرة جدا احنا كلنا بنشوفها وبتصيب حتى المراهقين. بالذات المراهقين بالظبط عندهم مشاكل دايما عن افكارهم عن جسمهم، عشان افكارهم عن جسمهم والتغيرات اللي بتحصل بقى ساعة المراهقة من تغيرات الصوت والشكل. انت هتتخني، ده انت رفيعة جدا، يعني يا اما انت رفيعة جدا فده التنمر فهي تحاول تروح تاكل بزيادة، يا اما انت هتتخني فبقى عندها عقدة ان هو ده الشيب اللي هتفضل بيه وهتكبر عليه، فبتحاول ان هي تبعد عن انظار الناس وعن تنمرهم بان هي تمتنع تماما عن الاكل، او لو اكلت حاجات بسيطه تروح ان هي تتخلص منها عن تعمد. والترندز بقى بتاعت السوشيال ميديا والبادي شيب والشيم بتاع البادي والكلام ده كله بقوا كلهم مهتمين ازاي يبقوا عارضات ازياء، صح؟ يعني الحقيقه مش هو ده الاهم، والمهم التناسق. صحيح، حلو جدا. اول حاجه عشان نعالج ده طبعا لازم ان انا اركز تماما في ان انا اعالج فكره التشوه الجسدي، تاني حاجه ان انا اعالج فكره يعني ايه اصلا يبقى عندي نظام غذائي صحي مناسب لجسمي ووزني وطولي، لازم اركز على ان انا لو عندي افكار سلبيه عن ذاتي عموما وانا مش قادره اتعامل مع المجتمع بالصوره اللي انا عليها، فانا محتاجه ان انا افرغ ده من ضمن جلسات العلاج النفسي او المتخصصين النفسيين ان انا اتعامل معاهم. ده بيكون عن طريق طبعا جلسات السي بي تي، العلاج السلوكي المعرفي بالظبط كده، ده بيأثر على فكره ان بعيد ادراك الافكار من اول وجديد، بعيد برضو فكره التعامل مع الجسد ازاي، نظرتك ليه، وفي الاخر طبعا هيؤدي الى السلوك السليم اللي انت هتعرفي تتعاملي مع نفسك وانت راضيه. حلو قوي، بنغير الفكره فالمشاعر بتتغير فبالتالي السلوك بيتغير. مظبوط، حلو جدا. دكتور محمد، اوقات كتير بيقولوا ان استخدام الكورتيزون في علاج الامراض دي مهم جدا، مع ان احنا سمعنا ان الكورتيزون برضو بيأثر على الصحه النفسيه وبيجيب توتر وهكذا، هل ده كلام حقيقي؟ لا طبعا، هو مش من ضمن علاج القولون العصبي استخدام الكورتيزون خالص، مش موجود. كويس، الكورتيزون بنستخدمه لو انا عندي التهابات مناعيه في الامعاء. كويس، هو ده بيبقى علاجها ان انا بعمل تظبيط للمناعه او بقلل المناعه لان الجسم بيهاجم نفسه زيه زي اي مرض مناعي ممكن يجي. فده بيكون لو حد متشخص ان هو عنده كرونز، لو حد متشخص ان هو عنده التهاب التخرحي بتاع القولون، حلها ان انا ابدا الكورتيزون ده. بس الكورتيزون اللي انا باخده لفترات قصيره جدا، وبمشيش عليه مده طويله ابدا، يعني بنمشي بس فتره الهجمه المناعيه اللي موجوده ونبدا نقلله تدريجيا لحد ما يقف خالص. استاذه رندا، بما ان بقى القولون الامراض الجسميه بتاثر على الامراض النفسيه والامراض النفسيه بتاثر على الامراض الجسميه، فالساده المشاهدين دلوقتي يسالوني طب نعالج مين الاول، نفسي ولا جسمي؟ انا هقول حاجه، طبقا للدراسات كان في دراسات حديثه اتكلمت ان نسبه الناس المصابه بالقولون سببه في الاصل اكتئاب قلق وسواس قهري نسبتهم 60%. فانا شايفه اصلا اي حد بيعاني من الاكتئاب والقلق
طبيعي جدا. والوسواس القهري برضو من ضمن الاضطرابات اللي بتأثر على المعدة. احنا اصلا من ضمن الاعراض التشخيصية ان الامراض دي او الاضطرابات دي بتأثر على طول على حركة المعدة. بتلاقي ناس عندها مثلا التهابات في جدار المعدة، ناس ما بتعرفش تدخل التويلت بطريقة منتظمة، عندها اضطرابات في الشهية، وده بيأثر برضو على حركة الجهاز الهضمي. طب نعالج برضو نفسيتنا الأول ولا نعالج أمراض الجسم؟ أنا شايفة نعالج نفسيتنا الأول، لأن هي بنسبة كبيرة بتأثر على الجسد. وزي ما قلنا أن الأمراض النفس جسدية هي أمراض ليها علاقة باضطراب الوظائف الجسدية، وعشان أعالجها لازم أعالج نفسي الأول. ده طبعا، والدكتور اكيد لو ليه وجهه نظر ثانيه اكيد هيفيدني. احنا دلوقتي في كل امراضنا بنشتغل حاجه اسمها الام دي تي او المالتي ديسيبلينري تيم. ان احنا على فكره كل الامراض اللي عندنا في ثلاثه بيشتركوا فيها، هو دكتور الجهاز الهضمي، وطبعا المسؤول عن الصحه النفسيه، والنيوتريشنست او الدايتيشن اللي بيظبط الاكل اللي ماشي مع شكوى الجهاز الهضمي اللي عندي. بنبدا كلنا في نفس الوقت كونسولتو بقى. لازم هو دلوقتي على فكره اغلبيه الامراض بقى بتمشي كده، ما عادش ينفع دكتور واحد هو اللي يعالج. لا، انا لازم، لان انا النهارده عايز عشان اوصل ان انا حركه بطن كويس، انا بديله حاجات تظبط حركه البطن، انما الاساسي كله في النفسيه لازم يتظبط. طب ياكل ايه عشان ده ما يبقى وصل بيعمل ده كله؟ فبنفضل ما بين الثلاثه لحد ما نوصل للفورمولا اللي المريض بيمشي عليها بقى. حلو جدا، بشكرك استاذة رندا جدا، نورتينا استاذة رندا الطحان اخصائية الصحة النفسية، وبشكر الدكتور محمد عاصم خرشد استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير. بجد انبسطت جدا بوجودكم، نورتونا وعلمتونا حاجات كتير جدا، واكيد السادة المشاهدين استفادوا وانبسطوا من الحلقة دي. بشكركم جدا وبشكر مشاهدينا، وان شاء الله الى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صحة وسعادة.